جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس العباءة ذات الكم الفرنسي والتي بدي بها كثير من الفتيات هذه الأيام؟ ما حكم لبسها مع لبس القفازات؟ العباءة المطلوب أن تستر المرأة وأن لا يكون فيها زينة، فإذا كانت هذه العباءة فيها زينة أو نوع من التطريز فإنها لا تجوز للمرأة أن تخرج بها إلى الأسواق، لأنها تكون فتنة وتكون من التبرج المنهي عنه. المرأة عند الخروج تلبس عباءة ساترة ليس فيها زينة وضافية، أو تلبس جلبابا واسعا وهو الجلال الكبير أو الملاءة التي تقوم مقام العباءة ولا يكون فيها زينة. هذا هو المطلوب في ما تلبسه المرأة عند خروجها، ولا بأس بلبس الجوارب للرجلين للمرأة لأنه يسترها، لأن لبس الجوارب يستر رجليها، فهو شيء مستحسن.